طيب دلوقتي نبدأ يا جماعة، حابين بس نتكلم عامة عن إيه يعني دي بالظبط، ولا نقضيها أسئلة وإجابات وكده، ولا عايزين تمشوا الدنيا إزاي؟ وياريت لو في أسئلة وتجاوب عليها يعني. آه طب كل واحد يسأل بقى كده، هو عايز يسأل في إيه بالظبط؟ عشان يحدد بس هو رياضة ولا علوم، عشان مثلا لو حاجة علوم مثلا محمد يجاوب عليها، ولو حاجة تبع علم الرياضة جاوب أنا عليها يعني. فياريت تمام اللي يسأل بقى. تمام وانا عايز اسال اول حاجه على المواد، يعني كنت سمعت قبل كده او كنت قريت عن حاجه ان موضوع العربي في سنه ثالثه حوار القران الكريم والكلام بيجي حاجات بره المنهج، او انا اتكلمنا بالذات عن مذاكره العربي والمواد الادبيه على مذاكره المواد العلميه، وخبرتك بقى ويعني شايف ايه الاخطاء اللي قبل كده مثلا كنت ممكن تداركها، او حاجه انت بعد كده حسيت انها كانت احسن وكنت عملتها. طيب تمام، نبدأ بالمواد الأدبية. تمام، أظن طبعا في ناس فرنساوي وفي ناس ألماني. تمام، فالألماني ممكن شرف تقول لهم شرف النظام الألماني في تالتة الأول كده. تمام، أبدأ بالألماني يعني ولا أنت تبدأ بالفرنساوي؟ ابدأ أنت بالألماني. تمام، شباب الألماني كان المنهج بتاعنا كان هو منهج ثانوي عام تقريبا بالظبط، مفيش فرق كبير خالص. جزء اليو ار تي ده بتشيله من دماغك لحد الآخر خالص، اللي بتركز فيه المنهج بتاع الألماني اللي هو ثانوي عام بالظبط. إحنا كنا بنذاكر من هيرو دويتش، او المفروض يعني احنا مش بنذاكر من هيرا دويتش، المفروض ان هو سنتي كان المنهج غير السنه بتاعتكم تقريبا، فانا هتكلم على سنتي لان ما اعرفش المنهج بعد كده بقى عامل ازاي. فاحنا كنا بنذاكر من هيرا دويتش وعادي، كان في ناس بتروح كورسات مع مدرسين من ثانوي عام بره عادي. يعني الالماني ما كناش مهتمين بيه قوي لان هو حرفيا اسهل ماده تتقفل، يعني ناس كتير جدا جابوا 100% فيها. فهو انت مجرد ما بتذاكر منهج ثانوي عام بتقدر تحل الامتحان اللي هو التست اوف كونسبتس اللي هو التي او سي، انما اليو ار تي بيجي سهل، بيبقى عباره عن حاجه ليتريتشر شويه، بتعرف شويه حاجات في المانيا بيقولوا تقريبا حاجات الحضارة تشرف، ايه. بيقولوا تقريبا أسئلة الحضارة اتلغت. هو ما انا مش عارف بصراحه يا سيف النظام بعد كده، فانا بتكلم على اللي حصل في سنتنا. تمام خلاص، كمل كمل. انا مش عارف، هو اللي عنده اسئله بعد ما اخلص يقول لي، انا هحاول على قد ما اقدر يعني هجاوب. جزء اليو ار تي ده كان جالنا حضاره كله اللي هو بتعرف شويه حاجات عن المانيا، عن حضاره المانيا، عن الكوره في المانيا، السينما في المانيا، اماكن معينه، مدن معينه، ايه اللي بيتميز بيه المدينه دي، ايه اللي بتتميز بيه المدينه دي، أشهر الفرق في المدن مثلا في الكورة يعني وكده. كل الحاجات دي كانت في اليو ار تي. اليو ار تي بيبقى حرفيا هو فايل كده بتاخده قبلها بشهر أو شهرين، والفايل ده بتحفظه أو بتحفظه، هو حرفيا بتحفظه، بتقعد تحفظ فيه وبتروح بقى بتجاوب عادي. يعني اليو ار تي امتحان مش صعب ولا حاجة. اللي هو الحاجة الوحشة في المواد الأدبية إن مش بيتضاف ليها الكابستون، فأنت المواد الأدبية هي أكتر حاجة بتبقى محتاجة اهتمام شوية، وأقل حاجة في المواد الأدبية محتاجة اهتمام هي الألماني بصراحة، أو الألماني أو الفرنساوي مش عارف سيف هيتكلم عليه، بس الألماني هو أقل حاجة تهتم بيها في المواد كلها لأن هو فعلا مادة سهلة وما تقلقوش منها خالص. فانا مش عارف النظام بتاعكم ايه بصراحه، انا كنت عن نفسي بذاكر من هالو دويتش عادي ومنهج ثانوي عام، والليتريتشر او الحضاره كنت بجيب، كان في جزء الحضاره ده اللي هو بيجي في اليو ار تي لسنه 2014 ثانويه عامه 2014 وقبلها، فكنا بنجيب كتب ثانويه عامه 2014 نذاكر منها اجزاء الحضاره دي، وبنحل بقى من هالو دويتش ومن كذا كتاب مختلف، انا بصراحه مش فاكر اساميهم لكن ستار هم باين، عندي يعني. في كتاب باين اسمه ستار كنت بتحل منه تقريبا يا شرف.
كان في كذا كتاب انا ممكن ابعت لكم، يعني هو الماتيريالز دي كلها هبعتها لكم بعد الميتنج، ماتيريالز للشيو والبايو بالذات، وحاجات حاجات الجيرمان يعني هبعتها لكم. حاضر، الحاجات دي كلها هبعتها لسيف وهيبعتها لكم. ماما اللي فتحت تقريبا كانت برضه. طيب انا مش سامع. تمام. طب طبعا كنت بتحل كتير يا شرف يعني، وبتحل على الجرامر والحاجات دي بتاع الالماني يعني. هو يعني هو اعتقد الجرامر كله بيبقى متكرر من الاولى للثانيه، فهو انتوا كده كده واخدينه مره قبل كده، فانتوا اول ما هتاخدوها هتعرفوا انتوا هتعملوا فيه ايه. يعني الموضوع سهل، اسهل مما تتخيلوا. هو طبعا الموضوع ليه رهبه، واي حد هتكلموه عدى الفتره فهيقول لكم الموضوع سهل وما تتعصبوش والشغل ده، لكن هو فعلا الالماني ماده سهله وكده، ما تقلقوش منها. وهتحلوا يعني هيبقى معاكم حاجات كتير، ريفرنسز كتير جدا تحلوا منها وكده وتتدربوا عليها على وهتبقى ماده سهله، يعني تقريبا اسهل ماده في السبعه، وحرفيا بتتقفل بسهوله جدا، يعني هي ماده سهله ما تقلقوش منها في الجيرمان يعني بالذات. طيب تمام. بالنسبة للفرنساوي، المنهج هو برضو منهج ثانوي عام، بس ما تهملهوش يعني. على الأقل ممكن تخلي لك لو ساعتين في الأسبوع فرنساوي يعني. اللي عايز يحل طبعا معاكم كتاب، برافو وميرسي. اللي عايز يحل من ده ومن ده عادي يعني، الاتنين كويسين، والمذاكرة تكون منهم يعني. مثلا البرافو بيبقى عبارة عن 3 كتب، كتاب شرح وكتاب حل وكتاب لك القواعد كلها، جايب القواعد كلها من اول سنه لاخر سنه، لانها كلها برضو بتتكرر في ثالثه زي الجيرم. فطبعا وجايب اسئله بعد كل درس في القواعد عامه يعني، ويبقى في بوكلت في اخر السنه لامتحانات. الامتحانات عامه يعني بيبقى في النماذج الاسترشاديه بتاعت الوزاره، وبيبقى في كمان امتحانات ثانويه قديمه وكده. هو عامة زي في سنتنا الامتحان كان جاي من كتاب من بتاع من النماذج الاستشهادية اللي الوزارة بتنزلها، فاللي هو عادي، ما الدنيا لذيذة يعني. بس الفكرة ما تسيبش الفرنساوي طول السنة وتهمله، حاولوا تحلوا على قد ما تقدروا يعني، ايه بحيث اللي هو ايه يعني، ما تنسوش بس مش اكتر، عشان انتوا عارفين الفرنساوي والالماني فيهم الادوات مثلا الحاجات دي، فمحتاجة تكرار حفظ بس مش اكتر. فده بالنسبة له. والامتحان بتاع الفرنش برضه بيجي سهل جدا، تمام، بس اكتر ماده محتاجه تركيز. ليه؟ لان في الغلطه فيه احيانا بتوصل لدرجتين وثلاثه، والباراجراف في الاخر بيبقى عليه تقريبا بتاع 10 درجات، فاللي هو غلطه في اكسون في اي حاجه بتضيع بتنقصك. بس اللي هو برضو ايه، لو انت مذاكر كل المواضيع اللي عليك في المنهج، مثلا في مواضيع عن الرياضه ومش عارف ايه، لا مواضيع كلها سهله تعرفوها بس وتحفظوها، او اللي مش عايز يحفظها عادي طالما بس بيعرف يكون جمله صح يبقى تمام. بس هو انا بقول لكم الفرنساوي من اكتر المواد اللي بتزعل في الغلطات، لان اقل غلطه بدرجه، وفي غلطات زي ما اقول لكم بدرجتين، وفي حاجات بتوصل لثلاثه. فاضمنوا نفسكم بس كده وذاكروا اول باول، عشان ايه يبقى الدنيا مظبوطه معاكم. انا بقول لكم اللي عايز يحل من برافو وميرسي قشطه تمام، الاثنين كويسين. لو عندكم المدرس في المدرسه بيشرح كويس مش محتاج درس، لو حد مثلا منكم المدرس بتاع الفرنساوي بتاع في المدرسه مش قد كده، ممكن تروح درس عادي يعني. اظن مدرسين الفرنساوي مفيش اكتر منهم في مصر كلها يعني، فعادي يعني براحتكم، مش لازم تاخدوا فيه فتره مكثفه قوي يعني. تروح مثلا كل اسبوعين مره مثلا لو هتاخد برايفت، او مثلا ممكن حد يروح لحد في الاجازه يخلص له المنهج. المنهج كله مش محتاج حاجه، بيخلص في عادتين ثلاثه يعني، لو فهم بس القواعد الاساسيه، انما الباقي كله كلمات محتاجه حفظ مش اكتر يعني. فمحتاجين برضو تركزوا على التصريف الافعال، لان دي من الحاجات اللي كانت بتلخبط في المنهج. هي بس حاجه هي سهله خالص، بس تركزوا في المجموعات وتصريفها وكده الدنيا هتبقى سهله. غير كده مفيش حاجه تذكر في الفرنساوي يعني. بالنسبه نتكلم بقى على العربي. هو العربي برضو زي منهج ثانوي عام، هو بس الفكره في ايه، انتوا عندكم امتحانين. الامتحان الاولاني بيبقى زي منهج ثانوي عام، زي بتاع ثانوي عام بالظبط، بس مش هو طبعا يعني. وثانوي عام بيبقى 3 ساعات، احنا ساعتين. بيبقى امتحان ادب وبلاغه ونصوص وكل حاجه عاديه في المنهج، ما فيهوش حاجه يعني، مش صعب، امتحان سهل جدا يعني مش اكتر. بالنسبه للامتحان الثاني بيبقى 14، بيبقى 30 درجه، 14 نحو، والباقي متقسمين بين بلاغه وقصه وادب. بالنسبه للحاجات اللي المفروض تركزوا عليها في المنهج العربي،
قصة الأيام بتاع طه حسين، أول صفحتين بيبقى فيها حاجة كده عن السيرة الذاتية للكاتب، وحاجة عن السيرة الذاتية نفسها ومفهوم السيرة الذاتية والرواية والفرق بينها وبين مش عارف إيه، وخصائص أسلوب الكاتب. يعني طه حسين كان له سمات أسلوبية معينة بتميزه، الحاجات دي ما حدش بيهتم بيها في ثانوي عام. بس امتحانات ستيم لازم كل سنة الامتحان التاني الأسئلة اللي على القصة تبقى من الحاجات دي، على 4 درجات مضمونة، فاللي هو ما تضيعهاش من إيديكم، دي حاجة سهلة مش أكتر. كان مثلا الحاجات بيجي وجهة نظر لماذا كتب، يعني الكاتب ليه كتب السيرة الذاتية بتاعته، وهل وإيه الهدف منها والكلام ده، فاللي هو حاجة مضمونة، حاجة سهلة جدا. بالنسبة للنحو، نحو لو عايزين تذاكروه كتاب كده ثانوي عام بيستلموه في سنة أولى ثانوي، كتاب صغير أصفر كده، بيبقى ده مهم أوي، حاولوا تذاكروا منه النحو كله، وتحلوا نحو طبعا. يعني مثلا الكتاب الامتحان بقى فيه حوالي 100 قطعة نحو، حلوها كلها على قد ما تقدروا. بالنسبة للأسئلة اللي كان حد بيقولها اللي هو حوارات إعراب القرآن والكلام ده، الكلام ده حصل في دفعتنا وما اتكررش تاني أظن، يعني الامتحانات اللي قبلنا واللي بعدنا كلها كانت سهلة، ما كانش فيها مشكلة في حاجة يعني. بس هو الفكرة عندنا في المستشار صعب الدنيا شوية. وفي حاجة تانية، النحو أول فصل في النحو اسمه النطق والإملاء. النطق والإملاء دول اللي هو الهمزات والتاء المربوطة واللي هي المربوطة والحاجات دي. طبعا في ناس، معظم الناس بتهمل الحتة دي، بس الجزء ده من المنهج مهم قوي. ليه بقى؟ لأن الامتحان التاني بتاع اللي هو التاني اللي هو الصغير اللي عليه 30 درجة ده، بيبقى أول سؤال مديك قطعة وبيقول لك إن أنت عندك أخطاء نحوية وإملائية، استخرجها وصححها. بس السنة اللي فاتت والسنة دي الامتحانات بتاع الأيام دي، السنة دي بقى بيجيب الخطأ ويقول له صححه، فأظن الموضوع بقى أسهل. بس اعملوا حسابكم على الاتنين، يعني حاولوا تهتموا بحوار الهمزات والوصل والقطع والحاجات دي، عشان عليها 10 درجات حرفيا، اللي هم محدش يضيعهم من إيده. يعني شرف، أنت عايز تقول حاجة ممكن تقولها لهم يعني؟ طب أنا عندي سؤال. اتفضل. هو بالنسبة، طيب لو هو حتى قرأ القرآن الكريم ما يعني جت سنة بس، فتقريبا ما جت سنة دي. أيوة، يعني أنت كنت أصلا بتدور على الإعراب فين أو بتعرفه منين أو كده؟ إيه؟ يعني كنت بتعرف الإعراب بتاع، كنت بتطلع على كتب إيه في الإعراب بتاع القرآن؟ لا، مفيش حاجة كان فيها إعراب قرآن. يعني هتفاجئنا بالسؤال ده في الامتحان، كان سورة المدثر الآية كانت بتقول ولا تمنن تستكثر، فكان بيسأل عن المحل الإعرابي لجملة تستكثر، ودي من الحاجات الشاذة في إعرابات القرآن، اللي هو تستكثر هنا كانت عليها ضمة فتبقى محل نصب حال يعني، فكانت حاجة غريبة شوية يعني. فاللي هو الامتحان ما اتكرر، يعني سؤال زي ده ما اتكررش تاني، وركزوا برضو على المحلات الإعرابية للجمل. شرف، أنت لو عايز تقول حاجة على العربي يعني. لا، هو انا مش هقول حاجه بعدك، هو مش هقول حاجه في المواد، انا عايز اقول حاجه عموما، حاجه تانية عايز اقولها المفروض كنا نقولها في الاول. هوريكم صوره كده، بصوا دي تقسيمه، دي علم علوم، انا مش معايا علم رياضه بصراحه، بس دي تقسيمه الدرجات في ثالثه على الامتحانات والكابستون واللابس اللي المفروض تمتحنوها والاتندنس والحاجات دي. فأنا بصراحة يعني الصورة دي إحنا شفناها في آخر السنة خالص، أعتقد دي حاجة مهمة جدا لازم نحط أولويات على أساسها. يعني مثلا الكابستون بيديك 20% في المواد العلمية كلها، اللي هي البايو والفيزيكس والكيمستري والجيولوجي، على عكس الإنجليش والعربي واللغة الأجنبية التانية أيا كان فرنساوي أو ألماني. فتبقى كده أكتر امتحان بتاع الفاينل، لان هما 80% من الماده في الامتحان ده، سواء بقى هو الامتحانين طبعا اللي هو التي او سي واليو ار تي. فهو انت عندك اهميه كبيره للعربي والانجليش والفرنساوي، مش على حساب المواد التانيه، لكن لازم تحط اولوياتك وتحدد ايه الاهم عندك، وما تضيعش وقتك في حاجات ملهاش لازمه كتير. فيعني انا شايف بصراحه ان دي حاجه مهمه جدا لازم تعملوها في الاول، وتبقوا عارفين انتوا عندكم ايه عليه كام عشان تحطوا له درجه اهتمام معينه. طبعا الحضور مهم جدا يا شرف، 70 درجه حضور ومشاركه. طبعا طبعا الموضوع ده يعني هو حاجات بتبقى مضمونه جدا
هو مش عارف نظام المدارس معاكم هيعملوا ايه، لكن دي حاجات مهمه جدا. حاولوا تكسبوها يعني، حتى لو انت ما بتحضرش وكده اكسبوا المدرسين يعني. المدرسين طول ما هم بيحبوكوا حتى لو انتوا ما حضرتوش، لو قصرتوا معاهم شويه هم هيساعدوكوا جامد وهيقفلوا لكم الدرجات. لكن ما تحاولوش تعادوا حد من المدرسين او من المدرسه، عشان ده مش في مصلحتكم خالص. حاولوا تكونوا محبوبين ودفعه محبوبه كده، عشان الدرجات دي تتقفل حتى لو انتوا قصرتوا فيها، فاهمين؟ او بس طبعا واللبس طبعا ظبطت دي غياب حاجه المرضي، سهله جدا. الايه؟ الغياب المرضي يعني لو حته الغياب المرضي ده اللي هو في انتوا المفروض لما بتغيبوا، اكيد انتوا عارفين الحته دي يعني. المفروض لما بتغيبوا لو غبتوا فتره طويله متواصله ورا بعضها، فده المفروض اي مدرس هينقصكم على الموضوع ده، وهتنقصوا في الاتندنس وكده. فهو غالبا بتروح المستشفى لو انت عندك عذر مرضي، فبتجيب تقرير طبي ان انت كنت تعبان في الفتره كذا لكذا، اسبوع مثلا او اسبوعين، وتوديها للتامين الصحي التابع للمدرسه بتاعتك او للمدرسه بتاعتك تابع ليه يعني. وهو بيمضي لك على ان انت كنت فعلا تعبان في الفتره دي على حسب التقرير الطبي اللي معاك، وبيدي لك اجازه. فانت بتروح تديها لشؤون الطلبه في المدرسه، وبيشيل لك الغياب بتاع الايام دي. دي طبعا حاجه انتوا اكيد عارفينها. بغض النظر بقى عن الحاجات دي، فهو اوقات الموضوع ده ما ينفعش. الاهم حاجه فعلا ان انتوا تكونوا محبوبين في المدرسه، وما فيش مدرس يكون شايل منكم يعني، عشان دي سنه مهمه، ودرجات الاتندنس دي يعني حاجه مضمونه 100%، فحاولوا ما تضيعوهاش من ايديكم. وطبعا توزيعة الدرجات لازم تبقى في ذهنكم دايما، وتبقوا عارفين ايه الاهم وتبداوا بيه بس. وكده كده طبعا الكابستون في الترم الاول مش في الترم الثاني، وهنيجي نتكلم على الكابستون قدام شويه، بس نخلص المواد بس الاول. لو حد عنده سؤال ولا حاجه يقول. حاضر، وانا هنبعت لكم الصوره، بعد الميتنج ما يخلص. وكان في حد بيقول ناخد دروس في ايه. هو بصراحه يعني، هو فكره الدروس دي مش، ما اعتقدش ان هي هتساعد قوي. انا عن نفسي ما كنتش باخد دروس خالص غير في اوقات كده، بروح لمدرس عربي او جيرمان مثلا لو انا في حاجه واقفه قدامي، لكن انا ما رحتش دروس. في ناس راحت دروس وقعدت السنه، وفي ناس ما راحتش دروس خالص ولا خدت كورسات في اي حاجه وطلعت من الاوائل. فهو الفكره مش معتمده على الدروس. انت لو محتاج تقوية في نقطة معينة في حاجة، استعين بمدرس، محدش هيقولك لا. لكن فكرة انت تاخد درس بانتظام ويضيع لك وقت معين، انا ما برجحهاش بصراحة. تمام. في حد بيقول نبدأ مذاكرة من دلوقتي ولا مع الدراسة؟ لا طبعا مع الدراسة، لان انت مجرد ما هتبدأ مذاكرة هتحس ان انت في ضغط طول الوقت. فهو انت كفايه عليك قوي العشر شهور اللي هتقضيهم في الثانويه، من اول شهر 9 او من اول شهر 10. كفايه قوي، ما تضغطش نفسك من دلوقتي. حاول تاخد الفتره دي كبريك كده عشان تستعد للسنه، لان هي السنه مش سهله. وفي نفس الوقت انت لو استغليت وقتك كويس ونظمت وقتك كويس، وطبعا ذهنيا خليت ذهنك فاضي دايما، ما تشغلش نفسك بحاجات مش وقتها، ركز في اللي انت فيه. فده هيساعدك في الموضوع ده. ما تبداش من دلوقتي، اللي عايز يبدا من دلوقتي تمام، لكن انت هتبقى بتضغط على نفسك جامد يعني. حرام قوي انك تبقى في الضغط ده 12 شهر ورا بعض مستمرين. انا اعرف ناس بدات في الترم الثاني يعني، انا اعرف حد كان لا معانا انا كريم حلمي. كساب طبعا، كان معانا في علم علوم لحد شهر واحد، وفي شهر واحد حول علم رياضه مع سيف، وما شاء الله عليه جاب. وما شاء الله عليه يعني في الاي او سي دلوقتي مع سيف، وجاب مجموع كويس جدا. فهو الفكره مش الله انك يتابع. تبدا من بدري، الفكره في ان الشغف اللي عندك يفضل مستمر معاك لحد الامتحانات. هتعرف تخلي الشغف ده موجود معاك من اول دلوقتي، تمام ابدا المذاكره. لكن هتضغط نفسك وهتيجي تكسل في الاخر يعني، بلاش تبدا من دلوقتي. انا عندي بصراحه راي في الموضوع ده يعني. انا كنت بادئ من شهر 6، بس كنت بادئ اللي هو ايه، على الهادي خالص، اللي هو مثلا ساعه او ساعتين كل يوم، ومش شرط كل يوم في الاسبوع لا. يعني مثلا كنت بذاكر فيزيكس وماس بس في الاجازه، شويه نحو بس، اللي هو مش مذاكره مذاكره، اللي هو كنت مثلا ايه، في الفيزيكس مثلا بشوف فيديوز للمنهج،
في الماس مثلا كنت بدات اشوف المنهج في ايه، وبدات مثلا ايه حاجات بسيطه، فاللي هو لقيت نفسي مثلا كل ساعه كل يوم ساعه ساعه ونص ساعتين بالكتير، لقيت نفسي مثلا داخل السنه مخلص مثلا نص الفيزيكس وحوالي نص الماس. فده برضو حاجه، لو بس اللي عايز يبدا ما يضغطش على نفسه قوي عشان الحوار ده هيتعبه جامد يعني. السنه اصلا طويله، هو الحوار اللي بتاع الاجازه ده ممكن يسندك في حاجه، مثلا لو لا قدر الله حد حصل عنده ظرف في الدراسه، مش عارف تعب لا قدر الله لاي سبب من الاسباب، يعني انا في ثالثه غصب عني يعني حصل ظرف كده خلاني ابطل مذاكره تقريبا شهر، بس الحمد لله عشان كنت بدات بدري، بس لا ما كنتش برضه ضاغط على نفسي، فلقيت نفسي مش متاخر، وكل واحد ومزاجه يعني. بالنسبه لحد كان بيسال على حوار الانفنتوري تبداه من دلوقتي ولا لا، لا خلوه الترم الثاني، عشان الانفنتوري في كونسبت بتتحط مثلا، في كونسبتات بتتحط كل سنه، في كونسبتات بتتغير تمام، عشان بس ما حدش يلبس في الموضوع ده جامد. طبعا لو انت علم رياضه يعني ايه منهج اولى وثانيه ذاكره قبل ما تبدا ثالثه يعني في الماس، لان مثلا انتوا طبعا ما خدتوش يعني ايه ما خدتوش الديريفيتيف ولا الانتجريشن ولا الكلام ده، ولا يعني فانتوا المفروض مثلا منهج مثلا تذاكروا الفانكشنز كويس والديريفيتيف والانتجريشن قبل ما تبداوا السنه يعني، بحيث ان انتوا تقريبا ما خدتوش عنه حاجه، فالمفروض هو منهج ثالثه معظمه ديريفيتيف وانتجريشن، فده حاجه مهمه بالنسبه لكم. انا كانفنتوري عامه كمثلا الانفنتوري عامه يبقى في الفيزيكس والبيولوجي والجيولوجي، فالفيزيكس ممكن مثلا لحد عايز يبدا مثلا يبدا ماجنتيزم والكتريستي، انما بس غالبا هيبداها الترم الثاني احسن يعني، انما الحاجات الثانيه بتتغير كل سنه يعني. البيولوجي ما اعرفش بصراحه، ممكن شرف يقول لكم يعني. تمام، فكره الانفنتوري يا جماعه، هو احنا نزل لنا الكونسبت بتاع الانفنتوري في شهر 3 او 4 تقريبا، لا بعد الاعتصامات اللي قعدنا نعملها دي، في اخر اتنين يا شرف. في الوقت ده يعني، في الرينج ده. فهو انا عن نفسي بدات في الانفنتوري بتاع البايو، هتكلم على البايو دلوقتي، بدات في الانفنتوري بتاع البايو في اول شهر 5 تقريبا، كان فاضل شهر على الامتحانات. هو حرفيا الانفنتوري ده اخر حاجه تقلقوا عليها، لان هو سهل جدا تتلم. انا لميت البايو في اسبوع تقريبا او اقل من اسبوع في الانفنتوري. ليه بقى؟ لان الفكره انت حاول كده دلوقتي تراجع حاجه انت خدتها من سنه اولى في اي ماده، انت لوحدك تلقائيا كده هتلاقي نفسك بتسترجع المعلومات اللي عندك وبتفتكر في الموضوع بسهوله، يعني الموضوع مش هياخد وقت زي موضوع جديد انت واخده قبل كده بس ومذاكره قبل كده بتذاكر فوق لو تانية، بس مش ايه يا اسطى؟ بتذاكر مذاكرة عادية. اللي ذاكر مذاكره عاديه، هو انا بصراحه كنت مذاكرهم يعني، كنت مذاكرهم كويس وفاهمهم. اللي ذاكر مذاكره عاديه ممكن يبدا دلوقتي يلم شويه في الانفنتوري ده براحته، اللي هو على الهداوه كده. هو غالبا الكونسبتس مش هتتغير، هي بتبقى ميجور، حاجات ميجور كده بياخدوها غالبا مش بتتغير. يعني مثلا احنا امتحاننا في الانفنتوري بتاع البايو معظمه دي ان ايه وار ان ايه، اللي هو الجينومكس كلها، ومعاها ما جابش ايفولوشن خالص، كان جايب شويه عن البلانت ستراكشر. طبعا هو الانفنتوري كان حوالي كام سؤال، 14 سؤال تقريبا، 7 منهم جينومكس و7 بلانت ستراكشر. فهو يعني في حاجات مواضيع معينه اساسيه هو بيركز عليها، دي اللي موجوده اهمهم الجينومكس والبلانت ستراكشر، لان ده اللي جه عندنا ما جالناش اي حاجه تانية غيره في الانفنتوري. وهو بيتلم بسرعه يعني، الانفنتوري كله بيتلم بسرعه، حتى لو انت مذاكر مذاكره عاديه يعني، هو الموضوع مش صعب يعني. الدي ان ايه والار ان ايه والحاجات دي انت بتاخد فيها في اولى وثانيه وهتاخدها تاني في ثالثه، فالانفنتوري صدقوني مش هيبقى صعب جدا، مش هيبقى صعب قوي يعني. وفي الجيو كمان مش هيكون صعب، لان هو هيكون جزء من منهجك برضه، وبينزل لكم حاجات، بينزل لكم حاجات بتسهل الموضوع، ومش بيرخموا في الانفنتوري، لان هم شغلهم الشاغل يعني منهجك في ثالثه، منهجك في سنه ثالثه بيكون اهم من الانفنتوري. فمنهج الانفنتوري في معظم المواد ما كانش جاي صعب، ما عدا البايو والجيو كان سهل. ايه يا اسطى؟ الفيزيكس ما عدا الفيزيكس، ما عدا الفيزيكس، هو الفيزيكس ما كانش صعب برضه، بس سيف هيكلمكم عن الفيزيكس. المنهج البايو والجيو في الانفنتوري ما كانش صعب، اللي كان صعب سيكا يعني كان المنهج التي او سي، اللي هو منهج سنه ثالثه في البايو. طب ده اللي كان في حد بيسالك بيقول لك الانفنتوري يتذاكر من كامبل ولا ايه بالظبط؟ تمام، انا معاك، مش شايفه.
بعتبر كل انفنتوري ومعلومات في اولى تانية يو ار تي. لا اليو ار تي مش انفنتوري يا شباب. اليو ار تي بيجيب لك باسج وبيشوف انت بيشوفك قدرت تعمل كومبرهنشن للكلام اللي موجود في الباسج ولا لا. فهو مش بيخرج يعني في المعلومات اللي بيطلبها مش بيخرج بره الباسج. انت لو بتقدر تستخرج تقرا ارتكل بتقرا ريسيرش او ارتكل معين وتستخرج منه معلومات هتقدر تحل اليو ار تي. اليو ار تي مش بيقيس لك معلومات عندك، هو بيقيس قدره استيعابك على قراءه باسج موجوده قدامك واستخراج حاجات معينه منها. فهو كل المعلومات اللي هيسال عنها هتبقى موجوده في الباسج اصلا، على عكس الانفنتوري هو منهج وانت بتذاكره وبيجي عليه اسئله. منهج الانفنتوري بتاع البايو مش بيتذاكر من كامبل، لا بيتذاكر من ريفرنسز مختلفه. كامبل هيبقى تقيل شويه في فكره الانفنتوري ده، انت كده كده هتبقى بتتهان طول السنه في كامبل في سيستمز الجسم وحاجات كتير جدا، فهيبقى صعب انك تذاكر من كامبل في الاخر. فبيبقى كفايه جدا كراش كورس اللي هو على اليوتيوب والمنهج بتاع ثانوي عام. يعني منهج اي حاجه مشتركه ما بينكم ما بين ثانوي عام دي حاجه مهمه جدا. هو حرفيا الانفنتوري بتاع البايو ما خرجش عن منهج ثانوي عام في البلانت ستراكشر والجينومكس، يعني هو ما طلعش المستوى انه يجيب من كامبل وينفخنا من كامبل، يعني لا هو ما عملش كده خالص. وكل حاجه كانت على قد المستوى الطالب اللي هو مذاكر من ثانوي عام عادي يعني. فلا ما انصحش ان انتوا تذاكروا من كامبل الا لو عندك وقت وكده فعادي تذاكر منه، لكن هو مش هيستدعي ان انت تذاكر انفنتوري من كامبل. تمام. اليو ار تي بيكون في كل المواد، اليو ار تي بيكون في كل المواد عربي وفرنساوي كل المواد يو ار تي بالنسبه يبقى عليها. هنبقى نبعت لكم الصوره طبعا هتشوفوا منها وكده. بالنسبه لليو ار تي في الماس، فهو اليو ار تي في الماس هو الانفنتوري بقى، تمام؟ عشان الماس مش هيجيب لك باسج وتقرا، هو امتحان اليو ار تي بيبقى مواد مع بعضها. يعني انت مثلا عندك الفيزيكس والكيمستري في امتحان واحد، تمام؟ بالنسبه للكيمستري والفيزيكس امتحان واحد، والجيو امتحان واحد، الماس والميكانكس امتحان واحد. فالماس والميكانكس بيبقى 50 سؤال على الماس والميكانكس اللي انت خدتهم في سنه اولى وثانيه وثالثه كمان، فبس تبقى اسئله سهله مش صعبه. بس عيبه ايه؟ اليو ار تي لازم تحكم نفسك في الوقت، لانه بيبقى حوالي 50 سؤال في 90 دقيقه، اللي هو انت بتسابق الزمن. فبالذات في الماس والامتحان الماس والميكانكس اليو ار تي بيبقى مثلا حاجات تقريبا كل الماس اللي انت خدته في حياتك، من اول المثلثات والدوائر والفانكشنز والسلوب ويعني والايكويشنز بتاع السيركلز والبروبابيليتي والبرميوتيشنز والكومبينيشنز والحاجات دي. الامتحان بيبقى حاجات من دي وحاجات بسيطه في الليميتس والانتجريشن والدريفيتيف والكومبلكس نمبرز والماتريسيز والحاجات دي والديترمنتس. الامتحان بيبقى على الحاجات دي كده كلها. والميكانكس مثلا الامتحان بقى 50 سؤال مثلا، بيجيب على الميكانكس بتاع 8 9 اسئله مش كتير يعني. في حاجات عن الكوليجنز، السمشن اوف فورسز والريزلتنت فورسز والفيكتورز والحاجات دي، تبقى كلها حاجات بسيطه مش صعبه يعني. ده بالنسبه لليو ار تي في الماس والميكانكس. زي ما شرف قال في الفيزيكس والكيمستري والبايو والجيو، تمام، بيبقى عباره عن ايه؟ اللي هو انت بيديك باسجز وبتكمبر يعني بتقرا منها وبتحل الاسئله عادي. طبعا ده نفس الكلام في الانجليش، طبعا يو ار تي الانجليش بيبقى عباره عن 5 باسجز، كل باسج عليه 10 اسئله، تمام؟ والسؤال بيبقى في 90 دقيقه برضه، وكل سؤال تقريبا بيبقى 1.6 من 10، بقى كل سؤال عليه 1.6 من 10 درجه. كل امتحان يو ار تي بيبقى يعني مثلا الامتحان الماس والامتحان الماس والميكانكس والفيزيكس والكيمستري والبايو والجيل. حاضر والله، عارف ان انتوا ثانيه بس عشان برضه بقول للناس عامه، بقول لكم علم علوم ثانيه بس في سؤال. لا فينا كتير رياضه. في كتير رياضه بس في حد بيقول احنا علم علوم وربنا انا لا فاللي هو انا عامه يعني كل الامتحانات بتاع اليو ار تي بتبقى عليها 80 درجه، يعني الماس والميكانكس عليهم 80 والبايو والجيو عليهم 80 والفيزيكس والكيمستري 80.
فاللي هو بيبقى حوالي بيبقى كل واحد 50 سؤال، يعني الغلط السؤال الواحد بواحد وستة من عشرة، بيبقى طبعا عليه درجات اكتر. التيو سي بيبقى عليه 20 سؤال، قصدي 20 درجه، وبيبقى حوالي 40 سؤال مثلا 30 سؤال، فبيبقى عليه درجات اقل. طبعا اليو ار تي طبعا ايه بيبقى اهم من ناحيه الدرجات يعني. طب السورسز بقى لحل الانجليش والبيولوجي، بالنسبه للانجليش اللي عايز طبعا منهج الانجليش ما كناش اتكلمنا عنه خالص. المنهج عامه بيبقى من زي ثانوي عام، وفيه ابستريم، وفي القصه بتاعنا بتبقى معظمها من بتتذاكر من القصه الاصليه مش من قصه ثانوي عام، عشان الموضوع ده مهم جدا يعني، ولازم الناس تاخد بالها منه، عشان بيقولوا السنه دي في اسئله جت من القصه الاصليه مش من ثانوي عام. الحل من كتب ثانوي عام عادي وتحله من ابستريم. بالنسبه لل اسمه ده اليو ار تي بتاع الانجليش، تحله من مثلا تحله بتاع من حاجات تحل ريدنج اي سي تي وسات، يعني الامتحان بيجي زيهم. وفي موقع اسمه هالو انجلش بيقولوا تقريبا بيجي برضه الاسئله منه يعني. بس سؤال اليو ار تي عامه بيبقى زي ما بقول لكم كده 50 سؤال 5 مسجز، كل سؤال 10 اسئله، ده النظام بتاعه عامه. فاللي عايز يحل يحل من اي سي تي او سات ريدنج مش انجلش، يحل ريدنج. ده بالنسبه لموضوع الانجلش. بقول لكم من دلوقتي القصه الاصليه طويله جدا وصعبه، فممكن لو عايزين تبداوا فيها من دلوقتي ابداوا يعني. حرفيا في ناس كانت بتاخد في الصفحه الواحده فيها بتاع نص ساعه حاجه زي كده يعني. البيولوجي بقى كل شرف تكلمني. في حد الاول بيسال بيقول احنا علم علوم ربنا. هو انا اتكلمت كتير عن علم علوم، وكان سيف بس تتكلم على علم الرياضه شويه في جزء اليو ار تي، فحاضر هكلمكم تاني. اللي عايز سؤال طيب في علم علوم تاني يقوله. جزء البايو انت الريفرنس بتاعك كامبل، فانت ملزم بكل كلمه بتتقال في كامبل. وكامبل على فكره كتير جدا على هاي سكول ستودنت يعني، ومش كتير جدا، هو كافي جدا على هاي سكول ستودنت، فانت مش محتاج تفتح هيومن ولا اي ريفرنس ميديكال تاني يعني. انت بس يعني ذاكر كامبل وبقى كويس فيه، وحل التست بنك بتاعه. لو عندك وقت بعد كده تمام توسع وزي الفل، لكن تبقى مخلص الريفرنس اللي عليك وبعد كده تبقى تبص لبره. كامبل طبعا التست بنك بتاعه حلو جدا في الاسئله وكده. هتحسوها صعبه شويه، فالامتحان مش هيجي بصعوبه التست بنك بتاع كامبل. هو احنا كنا متوقعين انه هيبقى صعب، لكن هو ما جاش بصعوبه التست بنك كامبل. طب في سورسز ثانيه غير التست بنك كامبل؟ ثانوي عام اظن في سورسز ثانيه. هقول لك انا عن نفسي، اي حاجه كانت مشتركه ما بيني وبين ثانوي عام كنت بذاكرها من كامبل ومن ثانوي عام، وبحل عليها من ثانوي عام، وفعلا جاب لنا اكتر من سؤال من ثانوي عام يعني. في اسئله حرفيا ما كانتش موجوده. انا فاكر حد بس السؤال ده كان بيسال على عظمتين، تمام، بيقول الليجامنت اللي بيربط ما بين الفيمر والتيبيا اللي هو عظمه الفخذ وعظمه الرجل دي اسمه ايه الليجامنت ده؟ الليجامنت ده هو ما كانش علينا وما كانش موجود في كامبل، وكان موجود في الثانوي عام بس. فالسؤال ده جه ومعظمنا حله غلط، كان لاترال كولاترال ليجامنت، وانا فاكر الاجابه من وقتها عشان غلطت فيه. فهو بصراحه يعني ثانوي عام اي حاجه موجوده في ثانوي عام، سواء في جيو سواء في بايو، وهتلاقي كتير جدا على فكره مشترك ما بين البايو والجيو ثانوي عام، والفيزيكس والكيمستري طبعا اي حاجه مشتركه مع ثانوي عام تذاكروها من الاثنين، من الريفرنس اللي عليكم من ثانوي عام وتحل عليها من ثانوي عام. جزء الحل بتاع البايو، هو البايو معظمها معلومات ما فيهاش تريكات بتيجي، فهو انا بصراحه ما حلتش غير تيست بنك كامبل، ما كنتش بحل من حاجه ثانيه بره، عشان الحاجات الثانيه اللي بره كان فيها حاجات كتير جدا مش علينا، وكنت بتعقب من الاسئله منها وكده. فانا كنت بكتفي بان انا اراجع على المعلومات، لان هي كلها معلومات وانت محتاج تبقى عارفها، فكنت براجع المعلومات واحل تيست بنك كامبل، حليته مره بس مش اكتر. فانت تبقى عندك المعلومات مش محتاج تحل كتير، عشان هو البايو مش ماس يعني، عشان تقعد تحل فيه بس. طيب ان هي جت بركان. معلش بس يا جماعه ثواني، الميتنج هيخلص دلوقتي عشان انتوا عارفين زوم 40 دقيقه، فمعلش نخش تاني على طول على نفس اللينك. نخش على نفس اللينك. تمام نلحق نقول كام كلمه كده؟ لا مش طيب احنا طيب هنلحق تاني معلش يا شرف. بس ايه هقفل عشان هو فاضل تقريبا كام ثانيه ويقفل خالص يعني،
تمام تمام مش مشكلة. تمام خشوا على نفس اللينك يا جماعة. تمام تمام